النهارده دوافع متشابهه لدى الفريقين، المصري بقياده الكابتن حسام حسن والجونه بقياده الكابتن تامر مصطفى. كابتن تامر، يعني لو بدانا بالحديث عن الدوافع المتشابهه عند الفريقين، المصري جاي كسبان في الكاس المنصوره، الناحيه الثانيه الجونه جاي كسبان الاتحاد في الدوري، في الدوافع النهارده متشابهه لدى الفريقين. بس احنا النهارده هنلعب في ماتش صعب في الدوري، ماتش الفريقين لو بصينا على مراكزهم 13 14 جونا 20 ماتش 21 نقطه، العكس المصري 21 ماتش 20 نقطه، فموقفه صعب جدا. وما يمكن الجونا بقالنا كذا سنه بنشوفها انها بتصارع على الهبوط وبينقذوا نفسهم في اخر الاسابيع، ولكن المصري تعودنا عليه ان هو على طول بينافس على مراكز متقدمه، على مركز رابع او خامس. يعني السنه اللي فاتت قدر ان هو يطلع رابع ويلعب كونفدراليه. ولكن بقى طبعا المصري حصلت له بعض مشاكل، يعني مشاكل اللاعبين اللي سمعنا عنها بعد رحيل احمد شديد قناوي، وكان اعتقد احمد مسعود، وكان حصلت مشاكل وفي مشاكل ماديه كبيره مع رحيل كمان معين شعباني. ولكن رجوع كابتن حسام حسن اعتقد هو ده اللي هيفوق المصري تاني. احنا شفنا، يعني يمكن كنت انا وعمر في مباراه الكاس في المصري ومنصوره، وشفنا قد ايه كابتن حسام حسن الروح اللي رجعت لفريق المصري في الشوط الثاني بالاخص بعد ما المنصوره تقدمت بضرب الجزاء، قدر يرجع في الماتش بتغييرين يعني رائعين، سواء احمد الشيخ او عمرو مريع لما نزلوا هم تسببوا في الجونين، واحد تسبب في ضرب الجزاء والتاني احمد الشيخ احرز هدف الثاني. فالروح رجع تاني فريق مصر، وانا اعتقد ان فريق مصر عنده لاعبين جيدين، هم محتاجين بس روح في الملعب ترجع تانية. طبعا كابتن حسام حسن مش هيقدر يوصل للمركز الرابع تاني، من المسافه بقت بعيده قوي بين فيوتشر وسموحه ومع المصري. ولكن انا شايف ان المصري قادر بوجود كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن مع اللعيبه الموجوده ان هو يبقى في دوري ممتاز.